السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة الطبيب الأنفي والأذن والحنجرة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعدي الساعة العاشرة. موعد الساعة العاشرة أيضا؟ الساعة الآن 9:30، بقي نصف ساعة. الباقي نصف ساعة.